السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد في قناتكم اللي هي قناة عالمك سيدتي ويد دريمز. طبيعة الحال إذا كنتي أول مرة كتكتشفي القناة ديالي، معك إلا تكليك على زر الاشتراك مع صابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك أي جديد. ديرو جيم وليكم وانتظركم فيديو كتعبر على رأي ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم أجواء يوم الجمعة في مسجد الحسن الثاني. أنا دابا ديالي، المهم نقرب لكم التراك ديالو. هذه واحد الرومبا هكا، المهم التراك تدي كلها الجامع وقريبة تحبس لأن وقت الجامعة قرب. المهم أنايا غادية بغيت نصور لكم دغيا خفيف قبل ما تبدا الخطبة وقبل ما تحبس الطريق. المهم هذا ما قطعت الطريق من هنايا، انا كنت خلعت من هاد الحيط مشفار تاع الحمد لله. بعدا يا هادي على جوية وكنصور لكم المناظر. بطبيعة الحال غادي تسمعوا الاجواء ديال الجمعة وكيفاش كتكون تما بيت الشامع. شاركت معكم المناظر ديال البحر، شاركت معكم الطريق. كنتمنى هاد الفيديو يكون اعجب ديالكم، لا تنساو نكتبو واحد التعليق باش يحفزني نعطي اكثر واكثر. جمعة مباركة، دخل لكم بالصحة والتسلسل اللي كيتمنى شي حاجة الله يحفظها ليك.